حضرت الشيخ احمد بن مار المصري فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زدك. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبو وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. سبحان الله. ما شاء الله. قل السماوات والأرض. سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك ما شاء الله.
أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما شاء الله يشرح لك ما شاء الله الله يبارك. أفأنت تكرم الناس حتى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماء قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
أحسنت. اللهم صل عليه. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ أحمد. ما شاء الله. شيخ طبقت يا الله. شيخ أحمد ما شاء الله. ثم ننجي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله ما شاء الله استغفر الله. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سبحان الله. لا اله الا الله. قل يا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. ما شاء الله. ما شاء الله. قل من ديني
الله حياك الله ولكن أعبد الله ولكن وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإنك إذا من الظالمين. ما شاء الله. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير بارك الله فيك. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وهو الغفور الرحيم. لا قوة إلا بالله. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ف
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه سبحان الله ومن ضل فإن إنني لكم منه نذير
فمن استغفر ربك ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله صدق الله العظيم.